بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. هنتكلم النهاردة عن أحد المولود أعمى. هو الحد السادس من أحد الصوم الكبير، ويسمى بأحد التمصير لأن المولود أعمى يري بعد اغتساله في الماء، هو رمز للمعمودية. هنقرأ مع بعض إنجيل النهاردة يوحنا 9. وفيما هو مجتاز رأى إنسان أعمى منذ ولادته، فسألوه التلاميذ قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ فأجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه. هنا التلاميذ بدأوا يسألوا ربنا: هو اللي غلط ولا والديه؟ ربنا رد عليهم على طول ونفى: ولا هو ولا والديه، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه. إزاي تظهر أعمال الله فيه بقى؟ إن إحنا ربنا لما بيسمح يدخلنا في تجارب أو ضيقات، دي بتكون مجال واضح ليظهر عمله فيه. يعني إحنا لو دخلنا في تجربة منتذمرش عليها، احنا نشكر ربنا عليها، نقرب لربنا اكتر، نصلي علشان دي فرصة ان احنا نقرب لربنا وفرصة ان احنا ندخل ملكوت. ينبغي ان اعمل العمل الذي ارسلني مادام نهارا يأتي ليلا حين لا يستطيع احد ان يعمل. ما دمت في العالم فانا نور العالم. هنا ربنا يقصد بالليل والنهار، ان هو في العالم يقصد بيها ان هو مادام احنا على الارض يبقى لينا فرصة ان احنا نعمل اعمال صالحة، ان احنا نقرب من ربنا، ان احنا نصلي، ان احنا كل نعمل بكل عمل صالح، نبعد عن كل حاجة وحشة ونقرب لربنا اكتر. قال هذا وتفل على الارض وصنع من الطفل تينا وطلب التين عيني الاعمى، وقال له: اذهب واغتسل من بركة سلوان الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل واتى بصير. ربنا تف على الارض وجاب التينة وحطها على عينين المولود أعمى. هنا ربنا استعمل طريقة مختلفة للشفاء، انه تف على الأرض وحط التين في عينه، وقال له روح لبركة سلوان. بركة سلوان هنا سلوان كلمة عبرية يعني مرسل، كأنها إشارة للمسيح المرسل لنا من السماء لكي يعطينا استنارة. وراح المولود أعمى غسل وشه ورجع شايف. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى قالوا: اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ اخرون قالوا: هذا هو، واخرون انه يشبه، اما هو فقال: اني انا. اول ما الجيران شافته استغربوا: هو؟ لا مش هو. في ناس قالت اه وفي ناس قالت لا، لغايه ما هو قال لهم: انا هو. فقالوا له: كيف افتحت عينيك؟ اجاب ذلك وقال: انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب الى بركة سلوان واغتسل. فمضيت واغتسلت فابصرت. ده هنا اول تحقيق مع المولود اعمى من الجيران، ان هم قالوا له: انت بتشوف ازاي؟ قال لهم: انا سمعتهم بيقولوا له يسوع، وهو حط الطين في عيني وقال لي روح اغسل وشك، ورجعت فانا مش لاقيه وقاعد بدور عليه. فقالوا له: اين ذلك؟ فقال له: لا اعلم. فاتوا الى الفريسيين بالذي كان قبل اعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسالوا الفريسيين ايضا: كيف ابصر؟ فقال له: وضع طينا على عيني فاغتسلت فانا ابصر. الناس خدوا دول الفريسيين، فالفريسيين قالوا له: انت ازاي بتشوف؟ قال له: خد طين حطه على عيني وغسلت وشي فانا دلوقتي بشوف. فقال قوم من الفريسيين: هذا الانسان ليس من الله، لانه لا يحفظ السبت. واخرون قالوا: كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق. بدا الفريسيين ينشقوا، ناس تقول ازاي يعمل معجزات السبت، وناس يقول ازاي اصلا انسان خاطئ ان يعمل معجزات. فقال ايضا للاعمى: ماذا يقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ فقال: انه نبي. لم يصدق اليهود انه كان اعمى فابصر حتى دعا ابوي الذي ابصر. فسالهما قائلين: اهذا ابنكم الذي تقولون انه ولد اعمى فكيف يبصر الان؟ اجابهم ابواه وقالوا: نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى.
هنا اليهود ما صدقوش كل اللي حصل ده، فجابوا باباه ومامته فسألوهم: انتوا مش بتقولوا ابنكوا ده كان اعمى؟ هو ده؟ راحوا باباه ومامته ردوا قالوا: ايوه هو، بس احنا مش عارفين ازاي. نكمل مع بعض يوحنا 9 من أول آية 20. هنلاقي إن من أول آية 20 لحد آية 24 إن بابا ومامة المولود أعمى، لما اليهود بيجوا يستجوبوهم تاني تلاقيهم بيقولوا لهم كده هو كامل السن، فسألوه بيقول آباء إن هو كان عمره حوالي 30 أو 40 سنة، فكانوا خايفين إن هما ينطردوا من المجمع فما جاوبوش، يعني قالوا اسألوا هو. يعني من أول آية 24 لحد آية 30 ابتدى اليهود يسألوا المولود أعمى ذات نفسه ويستجوبوه، كانت المرة الثالثة أو الرابعة كمان خلاص، وابتدوا يقولوا له كده. أول ما أجابوه قالوا له: أعطي مجد لله. كلمة أعطي مجد لله دي بتتقال للمجدفين، وزي مجد المسيح كده مثلا بنقولها، أو استغفر ربنا، يعني أنت إيه اللي أنت بتقوله دوت، ده الراجل اللي أنت بتدافع عنه دوت إنسان خاطي، كان قصدهم على السيد المسيح ليه المجد. أول حد قال في الكتاب المقدس أعطي مجدا لله كان يشوع ابن نون في العهد القديم لعفان ابن كارما لما غلط. فأما قالوا له كده فابتدى هو راح رد عليهم رد حكيم جدا وقال لهم: إذا كان هو خاطي أنا معرفش، ولكن أنا عارف شيء واحد بس، إن أنا كنت أعمى والآن أبصر. الخبرة الشخصية وملامسة المولود أعمى للسيد المسيح عن طريق التجربة ما خلتوش يستمع للتعليم الباطل، أبطلت مفعول التعليم الباطل. بعد كده ابتدوا يتكلموا اليهود ويقولوا ان احنا ما نعرفش يعني ما نعرفش ايه اللي حصل، ابتدي يحكي لنا. فقال لهم: طب انا حكيت لكم كتير قوي، ولا انتوا عايزين تكونوا تلاميذ ليه؟ بتطلبوا مني عشان تكونوا تلاميذ؟ فاستنكروا قوي قالوا له: انت تلميذ زيك. كلمه زيك هنا يا جماعه بتدل على التحقير، مش حابين حتى ينطقوا اسمه. قالوا له: احنا تلاميذ موسى، خلاص موسى اللي كلمه ربنا، لكن احنا ما نعرفوش. ابتدوا يروحوا يعني يأمنوا بموسى اللي كلمه ربنا، لكن ما سمعوش لكلمة الله ذات نفسه. بيقول كده بعدين قالوا له: لكن احنا مش عارفين مين الراجل ده اللي بيتكلموا عن سيد المسيح، ولا هو جه منين، ولا ده يطلع مين يعني في حياتنا. فابتدى الراجل بقى المولود أعمى يرد عليهم رد ويقول لهم ايه الكلام ده من اول آية 30 لحتى 30، زي ما يكون بيديهم درس كده. بيقول لهم ايه؟ قال لهم: طول عمركم بتعلمونا تعاليم وتقولولنا ان الانسان الخاطي الله ما بيسمعلوش وما بيعملش على ايده عجايب ولا اي حاجه ولا بيحبه اصلا، تمام؟ منين بقى الانسان اللي انتوا بتقولوا عليه ده اللي هو سيد المسيح، منين هو خاطي ومنين فتح لي عيني وانا كنت مولود اعمى؟ بيقول لهم كده بقى الايه 33: ولو لم يكن هذا من الله لم يقدر ان يفعل شيء. ده الانسان ده لو ما كانش من ربنا ما كانش قدر يعمل اي حاجه. يعني انتم من الاخر ما بتقولوش الصدق، الانسان ده من ربنا. اليهود اتضايقوا جدا جدا وقالوا له كده: في الخطايا ولدت انت بجملتك. كلمه بجملتك دي هنا صعبه جدا، معناها كده ان انت من عيله اصلها كله خطيه خلاص، وان انت ابن خطيه، فانت ازاي انت تعلمنا؟ ويجي بقى من اول هنا يقول: فاخرجوه خارجا. من اول ايه 33 لحد 38 انا شايفه ان ده يجرح ويعصب. ازاي واحد فضل يا جماعه طول عمره 30 40 سنه بيتمنى يشوف الهيكل، خلاص عمره ما دخل الهيكل، لانه طبعا في نظر اليهود عنده عاهه يعني خاطي، يعني انسان مش بار مش طاهر انه يدخل الهيكل. اول ما يدخل ما يكملش 5 دقايق في الهيكل ويطردوه من بره، يرجع تاني يقول له اطلع بره، يرجع بقى تاني يقعد مع الخطاه والمحرومين. بيقول الاباء ان الطرد بره دوت، ان بره ده المكان اللي اتصلب فيها سيد المسيح، خلاص الصليب اتحط خارج اورشليم بره. وكان ربنا يا جماعه بيقول لكل واحد انطرد او لكل واحد حس انه في مره ملوش مكان، ان انا بنفسي جايب صليبي علشان اخدك في حضني واشيل عنك العار واشيل عنك الطرد. في ناس يعني في اباء تاني ابتدوا يفسروا الموضوع بتاع ان هو خرج بره دوت على ان البني ادم كل ما يخرج بره مشغولياته كل ما يقابل اكتر المسيح، كل ما يطلع بره مشغولياتي وبره ذاتي وبره كرامتي اشوف الله والله يجدني. لان بعد كده يقول لك فوجدوا، فعلم يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجدوا، ربنا ساعتها لقاه
وبيقول كده يعني في قول آباء بيقول كده، الصلاة دعوة واستجابة، مش احنا اللي بندعي وربنا بيستجيب، لا ربنا هو اللي بيدعوني وبيدعوك وبيدعو كل واحد باسمه، دعوتك باسمك انت ليه، خلاص، واحنا اللي علينا دور الاستجابة. يبتدي بعد كده من اول 39 لحد واحد، لا من قبل كمان الآية 39، يبتدي هنا سيد المسيح يقول له اتؤمن بابن الله، ويبتدي ربنا يعرفه بنفسه ويقول له قد رأيته والذي يتكلم معك هو 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 هو، دي نسبة إلى كلمة يهوى، خلاص، اللي هو إعلان الله لنفسه في العهد القديم. ومن هنا بقى بعدها يجي دور الإيمان التدريج. إيه الإيمان التدريجي ده؟ في الأول خالص خلاص المولود أعمى قال عن المسيح إنه إيه؟ إنسان يقال له يسوع، وبعدين قال إنه أرى إنه نبي، وبعدين قال له أؤمن يا سيد وسجد. مش بس قال له أؤمن يا سيد، لا سجد. اليهود كان عندهم لله وحده تسجد وإياه تعبد، تمام، ربنا بس اللي تسجد له، مفيش بني ادم بيتسجد له. كون هو يسجد ده معناه ان النعمه عملت جواه وعرفته بالايمان المظبوط ان دوت السيد المسيح. من ايه 39 لحد 41 بيتكلم عن البصيره الروحيه. كلنا بلا استثناء بنشوف، ربنا يا رب يديم علينا نعمه البصر ويدينا نعمه البصيره. ايه البصيره دي؟ ان انا اشوف بقى بجد، اشوف ربنا بجد، اشوف ربنا في كل تعامل معايا. كلنا لينا صوره التقوى، كلنا لينا عيون، بس مش كلنا بنعرف نشوف ربنا كويس. وانا اولكم بنستخبى ورا الدين وان احنا طول النهار في الكنيسه وان احنا بنخدم ربنا، لكن لو فجاه لقيت نفسي مش شايف ربنا كويس لازم بسرعه اروح له واقول له اغسل عين يا رب، خلاص، وخليني ارتاح فيك وخليني اشوفك كويس. عشان كده هناخد تدريبين صغيرين قوي واحنا قاعدين الفتره اللي جايه. اول حاجه ربنا سمح ان الاعمى يمشي في عينه طين والاعمى اطاع والنتيجه انه فتح. لو ربنا سمح في حياتنا بشويه مشاكل، شويه طين، شويه ذل زي اللي احنا فيه اليومين دول، احنا ما بنشوفش الكنيسه، دي اكبر مشكله واكبر ذل في حياتنا، خلاص لازم نطيع، نبقى واثقين ان نهايتها هنفتح واحنا في السماء. التدريب التاني، المولود اعمى قال ايه لما فتح؟ قال اعلم شيء واحد اني كنت اعمى والان ابصر. في قراءتنا خد ايه واحده بس او خدي ايه واحده بس ونفضل مشغولين بيها طول اليوم، نقول لربنا اعلم شيئا واحدا، مثلا ان كل اشياء تعمل معا للخير، ان من يمسنا يمس حدقه عين، وهكذا، خلاص. اخر حاجه النهارده معانا الاسئله بتاعت المسابقه. اول سؤال بيقول ما معنى بركه سلوام والى ماذا تشير؟ تاني سؤال ماذا قال الاعمى عن المسيح حين سالوا الفريسيين مع ذكر الشواهد؟ تالت سؤال ما هو تدرج الايمان للمولود اعمى؟ يا رب نكون في دنيكم، صلوا لنا كتير وصلوا ان الكشافه ترجع، ونشوف ربنا يديني ويديكوا بصيره روحيه حلوه، ونتقابل على خير ان شاء الله قريب، ونرجع تاني لحضن كنيستنا ونرجع تاني لحضن كشفتنا. ربنا معاكم ونشوفكم على خير. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.